كنت أنا كتير تعجبني هيفا وهبي ونانسي عجرم، وأنا كنت بس حط لهم تي يقولوا لي في كتير شبه لنانسي. رحت عند الدكتور بدي أعمل خدودي، قال لي كتير بكلف بالألف وأنا ما معي. فثاقبت شفت رفيقتي إنه زمان ماني شايفتها وشفتها عاملة خدودها، إنه قلت لها وين إنه مغيرة كتير حلوين خدودك وين عاملتيهم؟ قالت لي بسوريا. قد ايه كلفوكي؟ قالت لي ما كلفوا 300 دولار. دقت للحكيم قال لي تعي. هلا هو لما شافني قال كتير وجهك حلو، وعمل لي حط لي الماده بوجهي. ضلت على فتره 6 اشهر 7 اشهر حلوه بوجهي، بس كانت توك مثل الحجر وعملت هون مثل الفوتبول. قال لي كمان بدي اعمل لك قلب تشف بتطلع كتير حلوه، انه انا وثقت فيه اعطيته الثقه انه كان عاملني يعني عامل لي خدود حلو. هلا لما عمل لي الليزر انه شفت وجهي مثل اللي نازله من الفضاء، شكني ابره من هون لهون، جفن عيني بطل يتحرك، وخدي اذا باكل او بحكي يعبي مي. قال لي انقطع عندك شرش اللعاب. سحب لي بده يسحب الماده، الانسجه اللي بوجهي صارت جلد وعظم، يعني صارت الجلد اعمل لها هيك تنعمل هيك. وجهي هو عم بيلتهب، قال لي بدي بشفط لك من بطنك دهن وبحط لك بوجهي. قام لي عظمي من خسرتي وحط لي اياها بمنخاري. اسناني نزعليون، في اذا بتشوفي سنتي هي من هون شقيقه ما بتروح منها الالتهاب. وبستحي اكل قدام حدا ابدا، كل شيء تغير، كل شيء غيروا فيني. كثير مشتاق ارجع اضعف قلبي، انا بلا حياتي كلها. ما بوقف على المراية، ما بكون عم بكي، وصارت حياتها حزن.